خلال اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الرئيس السيسي يؤكد أن حجم الإنفاق من أجل الخروج من الفقر أكثر من 400 مليار دولار. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية مبكرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا. مدبولي يلتقي نائبة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ويعرب عن استعداد مصر لتقديم مختلف سبل الدعم الممكن بكافة المجالات. السادسة من القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار جائحة كورونا. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الفقر يدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. وأكد الرئيس خلال مداخلته في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر أنه يصعب على أي دولة الخروج من مثلث الفقر والتخلف والجهل. الفقر بيدخل البلاد في متاهات يصعب الخروج منها. الفقر بيدخل البلاد والأسر. عايز تتكلم عن مستوى الأسرة؟ ممكن تقول انه بيدخل الاسره في متاهه. عايز تتكلم على مستوى الدوله؟ ممكن تقول بيدخل الدوله في متاهه. متاهه التخلف، متاهه التخلف، متاهه الجهل، كله هي يعني عباره عن مثلث الفقر والتخلف والجهل يلفوا ويصعب على اي حد يخرج منهم بسهوله. واحنا لما وانا بقول الكلام ده لان الشباب اللي موجود هنا مهم قوي يعرف حال البلد. انا بتكلم على الشباب اللي هو متواجد معانا وضيوف عندنا هنا في بلدنا، يعرف ان البلد دي كانت في 2011 على وشك الانهيار الكامل، على وشك الانهيار الكامل من 10 سنين. وحتى لما اتعملت اجراءات واتعملت يعني انتخابات، جت يعني حكومة أو قيادة يعني الشعب ما قدرش يستحمل أدائها لمدة سنة وخرج عليها. إيه علاقة اللي أنا بقوله بالفقر؟ لما بدأنا المسؤولية هنا ما كانش في دماغنا حاجة فقط غير محاربة الفقر. وحول دور الدولة في مواجهة الفقر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حجم الإنفاق الذي قامت به الدولة للخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه، أي ما يعادل 400 مليار دولار. وأكد الرئيس السيسي أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها 1.1 تريليون جنيه. خلال 7 سنين اللي فاتوا دول، حجم الإنفاق اللي تم إنفاقه عشان نحاول نخرج من متاهة الفقر اللي بنتكلم عليها أكتر من ستة تريليون جنيه، يعني كم؟ حوالي 400 مليار دولار. 400 مليار دولار. عايز أقول لكم على حاجة، كنا لسه بنتكلم مع الشركات اللي اشتغلت خلال 7 سنين اللي فاتوا دول مع قطاع واحد، عدد الشركات 4500، والحجم الأموال اللي تقاضتها أو التعاقدات كانت بتريليون ومئة مليار. أنا بقول الكلام ده لكم هنا وإحنا بنتكلم على الجائحة وأثرها السلبية على العالم كله.
كان العالم بيحتفل قبل الجائحة بأنه هو خرج مليار من الفقر، والجائحة جت كان الهدف كله دلوقتي ان احنا نحافظ على ان المليار اللي خرجوا من الفقر نقدر نحافظ عليهم ما يرجعوش تاني تحت. وحول توفير الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مواجهة الفقر المتعدد لا يقتصر على توفير الأموال. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة قامت بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية للفئات الفقيرة، وأن الهدف هو الوصول إلى 1,000,000 وحدة سكنية. تحركنا وأنشأنا ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية، وبالمناسبة إحنا هنفضل نشتغل في الاتجاه ده حتى نصل إلى 1,000,000 وحدة سكنية كتخطيط. أنا الكلام اللي بقول عليه ده أرقامه ضخمة جدا ماليا. الهدف منه إيه؟ إحنا هنقعد ننظر للخلف ولا هنفضل نتحرك عشان نخرج من دائرة الفقر اللي إحنا موجودين فيها؟ زي ما اتقال كده الفقر المتعدد. طب وأنا هعمل فيه إن أنا أوفر فلوس فقط كدولة، ولا أدخل كدولة بإجراءات متكاملة تحقق معالجة هذا الفقر المتعدد اللي بيتكلموا عليه؟ وحول دور الدول في مواجهة تداعيات كورونا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تأثير جائحة كورونا على مصر غير بقية الدول. وأكد الرئيس أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لمواجهة تداعيات الجائحة. كل دولة بتتعامل مع الجائحة طبقا لمعطيات خاصة بها هي. احنا مش زي دول تانية، وكمان تأثير الجائحة علينا مش زي دول تانية. طب هناخد الإجراءات اللي هي الصحية والإجراءات وإرشادات من منظمة الصحة العالمية أكيد، لأن دي مواطنين وبنخاف عليهم. هنعمل الإجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، إن احنا نخفف عن الناس اللي تضررت زي القطاع السياحي، وزي ما الدكتورة هالة وزارة التخطيط قالت أكيد القطاعات الأخرى اللي تضررت بشكل حتى لو كان بشكل جزئي أكيد. إن احنا نطلق مبادرة أو حوافز بمئة مليار جنيه مع بداية الجائحة، وده كان أمر مبكر جدا اتحركنا فيه. يمكن في دول كتير في العالم ما كانتش اتحركت، وإحنا قلنا لا على طول نضخ 100 مليار جنيه عشان الـ نعزز ونحفز ونحافظ على الشركات القائمة بالفعل، إذا كان عليها أموال للكهرباء أو للضرائب أو لده تتأجل، بس بشرط إن هم يحافظوا على إن العمالة اللي موجودة عندهم ما يتمش تسرح. وحول مشروع حياة كريمة، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث الآن من تطوير هو خطوة من 1,000 خطوة. وأكد الرئيس السيسي أن ما يحدث هو تقدير موقف حقيقي للوضع الحالي ومواجهة حقيقية لما نحن فيه. المشروع ده اللي احنا بنعمله، برضو بقول لكم عشان أختم كلامي، كل اللي احنا بنعمله في مصر ده هي خطوة من 1,000 خطوة لسه هنعملهم لو الدولة لازم تعملها. خطوة من 1,000 خطوة، ده كلام مش معنوي، ده تقدير موقف حقيقي لوضعنا، هي ان احنا نواجه حقيقة ما نحن فيه في بلدنا مصر. انا بقول الكلام ده للشباب اللي جاي من كل حتة في الدنيا، تقدير حقيقي للتحديات اللي موجودة عندنا. وبالمناسبة اللي انتوا بتسمعوا مني ده عبارة عن تواصل مستمر بين الحكومة وبين الشعب، ما بنخبيش حاجة، بنقول كل حاجة، بنقول للناس كل حاجة. وحول تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أعرب الرئيس عن احترامه وتقديره للشعب المصري لأنه تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وأنه راهن على تحمل الشعب للإصلاح الاقتصادي رغم تخوف الحكومة. وأكد الرئيس أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت الدولة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا. لما جينا نعمل الإصلاح الاقتصادي زي ما يعني اتقال، كان ده إجراء يعني بيتم التحسب منه كثيرا
خايفين من رد فعل الرأي العام والشعب على إجراءات صعبة. أنا بتكلم على نوفمبر 2016 وأنا اتكلمت فيها، لكن برضو هنا في المؤتمر ده يهمني أن أنا أسجل احترام وتقدير وتحية كبيرة جدا لشعب مصر، لأن احنا أنا مش هقول سر ولا حاجة، لما كنا بنناقش الموضوع دوت على المستوى المصغر في الحكومة كانت الأجهزة والمؤسسة يعني والوزارات متحسبة جدا من الموضوع، لكن أنا صدقوني أنا بتكلم وهم عارفين ده كويس، أنا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المرأة المصرية، وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده هيمرر والناس هتقبله وهتتحمله، وده بالمناسبة اللي أثبت بعد كده إن إحنا لو ما كناش عملنا ده كنا هنبقى في كارثة كبيرة جدا لو حصلت جت كورونا وإحنا مش جاهزين ليها. الإصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة اقتصادية وصدمة صحية حتى في حاجات تانية كتير. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الفقر من أهم الموضوعات التي تحتاج من الجميع الاهتمام بها، مشيدا بمبادرة حياة كريمة كنموذج ملهم لأفكار الشباب، موضحا أن المشروع خطوة من 1000 خطوة تنوي الدولة القيام بها. جاء ذلك خلال الحضور وحضور الرئيس السيسي الجلسة الرئيسية بعنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. وأكد الرئيس السيسي أن مجابهة الفقر تأتي على رأس أولويات الدولة عن طريق العمل بإخلاص، مسلطا الضوء على حجم الجهد المبذول في ملف الفقر، مشيدا بدور الشباب والمرأة في مواجهة التحديات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الائتمان منخفض التكلفة بالنسبة للدول الأفريقية، ووصفه بأنه ضرورة كبيرة نتيجة لكبر حجم المخاطر في أفريقيا، وهما يتناسب طرديا مع مخاطر الائتمان مما يصعب من عملية الخروج من الفقر التي أصبحت معادلة صعبة. جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية بعنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر. من جهتها استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤشرات الفقر وكيفية الحد منها طبقا للأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة مصر 2030 والأجندة الأفريقية 2063. وأشادت الوزيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كأكبر مشروع تنموي في العالم يستهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الجهود تضافرت بين الدولة وصندوق تحيا مصر لإنشاء ما يقرب من 300,000 وحدة سكنية. وأضاف الرئيس أن العمل سوف يستمر حتى يتم إنشاء 1,000,000 وحدة سكنية. We'll be right back.
ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ رغدة أبو ليلى موفدة التلفزيون المصري. رغدة مرحبا بك، يعني اطلعينا على أبرز فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، ما جاء به من جلسات وأهم النقاط التي جاءت فيها. شكرا ياسر وسحر، مشاهدينا متواصلين مع حضراتكم من مدينة شرم الشيخ في هذه التغطية الخاصة المتواصلة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، بمشاركة عدد كبير من الشباب أصحاب الرؤى والمبادرات من 196 دولة من جميع قارات العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحييكم في اليوم الثالث من فعاليات المنتدى، وكما تابعنا على شاشة التلفزيون المصري جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شدد على ضرورة وقف النزاعات والصراعات حتى نستطيع المساعدة في إعادة الإعمار، باعتبار أن إعادة الإعمار مع استمرار النزاع له تكلفة كبيرة. ووجه الرئيس السيسي نداء لجميع الدول والمنظمات التي لديها صراعات ونزاعات أن توقف التنازع فيما بينهم، مؤكدا أن مصر لديها ثوابت أهمها عدم التدخل في شؤون الغير. وطالب سفير شباب اليمن في المجلس العربي للتكامل والتنمية، طالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع في اليمن لإعادة الإعمار، وطلب من الرئيس السيسي دعم الشباب اليمني من ناحية التأهيل والتدريب ودعم إعادة الإعمار في اليمن، الأمر الذي استجاب له الرئيس قائلا إن كل الإمكانات والقدرات المصرية متاحة لجميع الأشقاء من أجل بناء القرارات والتنمية. وأشادت مدير مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بالقاهرة بدور مصر في دعم ومناصرة الوكالة في تيسير المحافل والدفاع عنها، ووصفت دور مصر بالمحوري في وقف الحرب ودخول المساعدات الإنسانية وعلاج المصابين، وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن الوكالة تعول على الدور المصري في مواصلة حث المجتمع الدولي على دعم الوكالة، الأمر الذي استجاب له الرئيس السيسي مؤكدا أن دور مصر سيتواصل في مناشدة المانحين لتوفير الالتزامات تجاه الأونروا. كما شهدت فعاليات اليوم أيضا جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد في مداخلة أن مصر تحركت منذ 7 سنوات من أجل الخروج من الفقر، وأشار إلى أن حجم ما تم إنفاقه من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 400 مليار دولار، وأن العمل سيتواصل من أجل الخروج من الفقر باعتبار أن الفقر يسهم في دخول الدولة في متاهات التخلف والجهل. ووجه الرئيس السيسي التحية لشعب مصر وللمرأة المصرية ولتحملهم أعباء الإصلاح الاقتصادي، ووجه الشكر والتحية للشباب المصري صاحب فكرة منتدى شباب العالم وصاحب فكرة حياة كريمة. نعم. وأجندة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تطرح العديد من القضايا المتنوعة من خلال الجلسات المختلفة، وبالأمس تابعنا جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ. نعم. لمواجهة التغيرات المناخية، وفي هذه الجلسة أكد الرئيس. نعم. نعم رغدة، تلك كانت فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم. رغدة أبو ليلى موفدة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.
قالت السيدة انتصار السيسي خلال منشور على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنها سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم. وأضافت السيدة انتصار السيسي أن الموهوبين من كل أنحاء العالم اجتمعوا هنا في شرم الشيخ في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها، وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش، مؤكدة أن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، موجهة تحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم. وخلال الجلسة تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين في مناطق الصراعات حول العالم وأهمية البدء سريعا في عملية الإعمار المستدامة. وأشار الفيلم إلى أن الدولة أكدت ضرورة إعادة الإعمار من منطلق واجبها الإنساني كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. وبشأن دعم القدرات في الوطن العربي والعالم، أكد الرئيس السيسي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب متاحة للجميع. وقال الرئيس السيسي أن الثوابت المصرية قائمة على التعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير. الأكاديمية الوطنية أي حاجة موجودة في مصر هنا متاحة للجميع في بناء القدرات. أنا بقول لك كده برضو، ده مش كلام دبلوماسي عشان المؤتمر، لا، احنا دايما بنقول في مصر احنا مستعدين دايما نتعاون من اجل البناء والتنميه والتعمير. دي ثوابت مصريه، لان احنا الخراب ما بيأديش لحاجه غير الام ومعاناه للي بيعيشوا الازمه، والبناء والتعمير بيدي الامل وبيدي المعنويات وبيدي الحلم. فاحنا مستعدين لكل الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب، طبعا مش بس في اليمن، لكل الشباب أهلا وسهلا. وأنا عايز أقولك أن احنا في أشقائنا من دول القارة ودول عربية كثيرة بترسل أبنائها لينا للأكاديمية، فده دور احنا مستعدين نعمله بكل تواضع يعني. وخلال جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات، دعا الرئيس السيسي إلى وقف النزاعات والاقتتال من خلال تحرك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قبل بدء الإعمار. وأكد الرئيس أن إعادة الإعمار لها أبعاد تتعلق بالتمويل والعامل النفسي والاجتماعي. عشان نقدر يعني نتحرك لابد أن النزاعات اللي موجودة ديت تتوقف، عشان نقدر نقول مش احنا اللي نتحرك، الدنيا كلها، سواء الاتحاد الاوروبي او الامم المتحده او حتى منظمات العمل المدني اللي عايزه تساهم وتشارك في هذا الامر، لابد النزاعات اللي موجوده دي والاقتتال اللي موجود يتوقف. قبل كده هيبقى صعب، لان حتى ممكن يعني فنيا على الارض لما تيجي تعمل عمل لاعاده الاعمار في مناطق فيها لسه صراعات موجوده ممكن يبقى ما تتمش بالشكل اللي انت بتتمنى. انا مش بتكلم على اليمن ولا بتكلم على، انا بتكلم بصفه عامه. وبالتالي لما في فرصه لتوقف هذه النزاعات هيبقى في فرصه لاعاده الاعمار. قال رئيس عبد الفتاح السيسي إن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليها. وأكد الرئيس السيسي أن مصر لم تدخل هذا المصير. غير بالقوة قد يؤدي إلى خراب ما تقدرش تسيطر عليه. التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب ما تقدرش تسيطر عليه، وتبقى متصور إنك ممكن تحقق بيه المستقبل. وبقول لكل المتابعين للأمر ده، المنطقة دي دفعت ثمن كبير لفرض أو تدخل الآخرين في شؤونها. و الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هنا يعني انا هفضل اكرره واقول تاني، في الدول اللي بنتكلم فيها دي كان محاولة للتغيير، محاولة للتغيير. اصحاب التغيير ما كانوش فاهمين او مش عارفين ان هو المسار ده قد يؤدي الى الخراب اللي احنا
عايشينه في مصر كان ممكن يحصل كده. بكررها كتير اولا عشان الشعب المصري يعرف ويفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا جدا بان احنا ما دخلناش هذا المصير. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستعدة للتعاون مع الأشقاء في اليمن وكل الدول من أجل السلام والبناء والتعمير. ودعا رئيس الشباب المشاركين بالمنتدى إلى توصيل رسائل للمسؤولين في بلادهم لحل النزاعات. من خلال المؤتمر هنا يعني نوجه النداء للدول اللي فيها نزاعات، نقول لهم باسم المؤتمر، باسم شباب المؤتمر اللي هو بيحلم بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية، نداء لكل الدول اللي فيها صراعات والقادة المسؤولين على ان هم يعني ينظروا بمنظور مش هقول اخر لكن بمنظور مختلف يؤدي الى تسوية هذه الازمات حتى نخفف ونقلل من حجم الاثار الصعبة اللي ترتبط على هذا النزاع. في اليمن احنا في مصر مستعدين مع كل الاشقاء ومع كل الدول اللي فيها نزاعات ان احنا نشارك بايجابيه، لان احنا شايفين ان السلام والبناء والتعمير بالمناسبه دي ثوابت بالنسبه لنا، ان احنا في مصر هنا لا ابدا لا نتدخل في شؤون الدول، وندعو دائما الى ان إلى عدم تدخل الآخرين في برضو في شؤوننا حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا. وحول إعادة إعمار قطاع غزة أكد الرئيس السيسي أن القطاع يحتاج أكثر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار. وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستعمل مع الجهات المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حتى تستطيع القيام بدورها. القطاع فعلا محتاج أرقام أكثر كتير من الرقم 500 مليون دولار، وكنا نتمنى في مصر ان احنا نساهم باكتر من كده، لكن انا حاضر اقوله للناس اللي شغاله ان المرحله الثانيه اللي بدات في ديسمبر من فضلكم، احنا كنا قايلين ان دايما الناس اللي تشغل يعني المواطنين اللي موجودين هناك، لان مش هنجيب عماله تخش القطاع واهل القطاع موجودين يشتغلوا يعني، لكن اقصد اقول ان احنا ارجو ان احنا ننهي المراحل اللي احنا وعدنا بيها في أسرع وقت ممكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة، وحيستمر دورنا في أن احنا نناشد المانحين أن هم يتقدموا ولا يتخلوا عن الأونروا عشان الالتزامات اللي خاصة بها، الالتزامات اللي بتقوم بها الأونروا. وأتصور أن ده الأمر بشكل أو بآخر يبتدي يعني يعود مرة أخرى بعد توقف الكام سنة اللي فاتوا، وبرضو مرة تانية بنوجه النداء للدول المانحة وحنتحرك كدولة معهم أيضا عشان تصل هذه الرسالة بشكل أكثر قوة وفاعلية من أجل استئناف أكبر ودعم أكبر للأونروا عشان تقوم بدورها في القطاع. We'll be right back.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدعم الكامل للكونغو الديمقراطية قيادة وحكومة وشعبا من أجل وحدتها واستقرارها، ومعربا عن استعداد مصر لتقديم مختلف سبل الدعم الممكن لها. وخلال استقباله إيف بازيبا مسودي نائبة رئيس الوزراء الكونغولية على هامش منتدى شباب العالم، أكد مدبولي أنه سيتم العمل مع الوزراء المعنيين على دراسة مجالات التعاون المقترحة. ومن جانبها أشارت المسؤولة الكونغولية إلى أنها قامت على هامش المنتدى بعقد اجتماعات مع المسؤولين في مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والري والبيئة. أكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل. وخلال لقاء لوزير الري مع إيف ماسودي نائبة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تم الاتفاق على مد بروتوكول التعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو لخمس سنوات جديدة بين عامي 2022 و2027، وذلك من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد. تم المياه أمر هام جدا بالنسبة لي، ويمكنني أن أقول أن الموارد المائية لا يمكن أن تكون سببا للصراعات، ولكنها يجب أن تكون مصدرا للسلام، ولا يمكن أن يكون لديك نهرا عابرا لوطنك أنت فقط. لابد من وجود شعوب وجنسيات مختلفة، ويجب أن تدار تلك الموارد المائية بالشكل الصحيح، وأن نتحمل مسؤولية المستقبل لأطفالنا وأحفادنا. أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تنتهج مبدأ الحق في التنمية الاقتصادية كحق أساسي من حقوق الإنسان. وأكدت هالة السعيد أن هناك مؤشرا للفقر متعدد الأبعاد، وهو مؤشر مرتبط بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، وأن الفقر كان يقاس بمستوى دخل الفرد. التجربة التنموية المصرية كانت فين من هذه الأزمة؟ الحقيقة مهم أن احنا نؤكد أنه مصر بتنتهج مبدأ مهم جدا، وهو مبدأ الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وده اللي قامت عليه استراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في 2016، وهي استراتيجية ورؤية مصر 2030، اللي راعت هذه الاستراتيجية إن أنا عشان أحقق تنمية اقتصادية ما أقدرش أحقق تنمية اقتصادية من غير ما أراعي البعد الاجتماعي، وأراعي في الأفراد الأقل حظا، وأراعي في إدماج الفئات ذوي الهمم. ما أقدرش أحقق التنمية الاقتصادية ولا تنمية اجتماعية من غير ما أراعي البعد البيئي، وبالتالي أحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية. مهم أيضا أن احنا نؤكد أن الكلام ده تم تأكيده في الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في مطلع في منتصف هذا العام 2021، وهي استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اللي أكدت على الحقوق المدنية والحقوق السياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان المرأة والأطفال وذوي الهمم في كل هذه المنظومة. كما أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائحة كورونا هي أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في العصر الحديث. وأكدت هالة السعيد خلال كلمتها في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر أن مصر اتخذت إجراءات للحد من أثار الجائحة. في لقاء خاص للتلفزيون المصري، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن المنتدى هذا العام له طبيعة خاصة، مشددة على أنه صناعة مصرية أصيلة.
الحقيقة إنه منتدى هذا العام له طبيعة خاصة، النسخة الرابعة، مشاركة الشباب العالم ومشاركة الشباب المصريين في الخارج في هذا المنتدى بيبعث برسالة يعني الحقيقة إيجابية جدا عن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإعطائهم هذه الفرصة لطرح أفكارهم، طرح توصياتهم، المشاركة في صنع القرار السياسي المصري، الحقيقة ده بيوري لشباب العالم الخصوصية الجميلة للدولة المصرية. هذا المنتدى صناعة مصرية أصيلة منذ الفكرة لغاية التنفيذ، والنسخة الرابعة نجاح لهذه الفكرة واحتواء والحقيقة رعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية. فبالتأكيد الموضوعات اللي بيتم تناولها في هذه الجلسات موضوعات طبعا متعلقة بالتغيرات المناخية، متعلقة بالتطور التكنولوجي، متعلقة بحقوق الإنسان، بالمبادرات الرئاسية زي حياة كريمة، كل ده أيضا موضوعات بتؤدي إلى الترويج لجهود الدولة المصرية ومشاركة أهلا بحضرتكم من جديد. عقدت جلسة نقاشية بعنوان مستقبل العمل وريادة الأعمال أثناء وما بعد الجائحة بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. وخلال الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث من منتدى شباب العالم، ناقشت الجلسة الفرص والتحديات التي واجهتها الشركات الناشئة في ظل جائحة كورونا ومستقبل العمل بعد الجائحة للمرأة والشباب، فضلا عن أهمية تكاتف المجتمع الدولي لتغيير سياسات العمل عالميا ودفع عجلة الاقتصاد خاصة في الدول النامية. وأوصت الجلسة بضرورة العمل على دعم بيئة الأعمال لتصبح أكثر جذبا للفئات الأكثر تضررا من الجائحة، خاصة المرأة والشباب، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ ثقافة ممارسات ريادة الأعمال الصحيحة وتكنولوجيا المعلومات وإدراجها في المناهج التعليمية. انعقدت جلسة بعنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين من بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الداي. ودارت الجلسة النقاشية حول الآثار السلبية التي تعرضت لها صناعة الفن والثقافة والعاملون بها على جميع المستويات بسبب جائحة كورونا. وفي ذات السياق ذكرت وزيرة الثقافة أن جائحة كورونا أثرت إيجابيا على المشهد الثقافي المصري على غير العادة، حيث خلقت حالة من التحدي للدولة المصرية في قطاع الثقافة، مما أدى إلى خلق فرص عظيمة لخلق مبادرات ثقافية متنوعة مثل مبادرة ابدأ حلمك والثقافة بين يديك وإنشاء المسارح المفتوحة والعروض المسرحية المتنقلة. تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضرت الطفلة جنى فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة. وكان الرئيس السيسي قد أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان في 27 من ديسمبر 2021. وخلال الجولة التفقدية حرص على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا الطفلة جنى التي استقبلت سيادته في مرسى جزيرة كيكي لحضور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والتي تقام تحت رعاية الرئيس السيسي خلال الفترة من 10 إلى 13 من يناير 2022 بشرم الشيخ جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من أثار جائحة كورونا. في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب. Hello, we are from Ethiopia. From Brazil. From Guinea. From Algeria. Jordan. From Cameroon. From France. From Ukraine. You're from Egypt.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تعكسها التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر. وخلال استعراضه تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي، أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الصادرة عبر تقارير المؤسسات الدولية تعد مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة. وكان التقرير الصادر عن البنك الدولي توقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال العام المالي 2021-2022، وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة بغرض تحقيق عدة أهداف، منها إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتنويع مفردات الجذب السياحي وتوفير فرص عمل مستدامة وزيادة العوائد الدولارية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ مع عدد من المستثمرين والمطورين السياحيين لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة. ومن جانبه أشار المستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف رئيس مجموعة فنادق ريكسوس العالمية إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة لمناقشة فرص الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة في ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة. واتصالا بذلك، تم استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع وبطول نحو 7 كيلومترات على البحر. من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة وممرا مائيا متصلا بطول المشروع ومطاعم عالمية ومنطقة للمال والأعمال، فضلا عن مبان سكنية وإدارية وتجارية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. هذا وقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الغش التجاري والسلع المجهولة المصدر وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة. من هذا المنطلق تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط 5 مصانع و5 مخازن ومتجر، جميعها بدون ترخيص، خلال حملة مكبرة بالقاهرة والإسماعيلية، وأسفرت عن ضبط 66.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير مرخصة، و263 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، و84 طن منتج نهائي لأسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر ومدعمة ومحظور تداولها، وأكثر من 10.5 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر. وخلال حملة أمنية مكبرة بالإسماعيلية، تمكنت الإدارة من ضبط مصنع و3 مخازن تابعة له غير مرخصة لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الزراعي بمضبوطات أكثر من 162 طن مواد خام ومنتج نهائي لمبيدات وأسمدة ومخصبات مغشوشة ومقلدة، وضبط 12 منشأة تجارية وصناعية غير مرخصة بمضبوطات بلغت أكثر من 1500 طن أمبول وأدوية بيطرية وأكثر من 45 ألف طائر وأكثر من 136 طن أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وما يقارب 12 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبنطاق محافظات القليوبية والمنوفية والشرقية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 103 قضية متنوعة، منها ضبط 4 منشآت صناعية مخالفة للاشتراطات البيئية والصحية، وضبط 9 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بمصنع غير مرخص لتدوير المخلفات والمنتجات البلاستيكية، و4 مصانع غير مرخصة للمواد الغذائية بمضبوطات بلغت 145 طن ونصف
مواد غذائية مجهولة المصدر ومقلدة، ومصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بداخلها أكثر من 10 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة. وبنطاق القاهرة والقليوبية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط قرابة طنين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقرابة 33 طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأربعة مصانع ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص. وفي مجال الملاحة الداخلية، تمكنت الإدارة من ضبط 35 وحدة مخالفة لقانون الملاحة الداخلية، كما نجحت في ضبط 13 مخالفة لاشتراطات قانون حماية البيئة من التلوث، و11 مخالفة لاشتراطات تراخيص الري، و10 مخالفات لاشتراطات الحماية المدنية. جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تأكيده السعي إلى عودة اجتماعات مجلس الوزراء سريعا، مشددا على ضرورة عودة الحياة وإنقاذ البلاد من مخاطر الإفلاس والتدهور. وقال ميقاتي إن الحكومة على مشارف إنجاز المهمات الأساسية التي تعمل لتحقيقها، مشددا على عدم التدخل في عمل القضاء أو في شأن أي قرارات يتخذها القضاء، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقاومات اقتصادية ومالية تبقي الوطن واقفا على قدميه. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة. وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول فيروس كورونا في المنظمة في بيان لها إن ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكورونا ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع الزميلة دينا فكري. أهلا، شكرا لك ياسر. وسحر وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء زيادة المتوسط الشهري لمبيعات الغاز الطبيعي للسيارات من حوالي 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالي 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة أكثر من 38%. جاء ذلك في تقرير نشره مركز المعلومات أشار إلى إطلاق وتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة العاملة بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات. وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية يتم حاليا تنفيذ العديد من المحفزات، ومنها زيادة أعداد محطات الوقود بالغاز الطبيعي، حيث وصلت إلى 530 محطة في نهاية 2021. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في اجتماعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة الغانية أكرا والمنعقدة بشأن إطلاق مبادرة نظام المدفوعات والتسويات الإفريقية. تأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة مرورا بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ملء الطور التابع لها السفينة التوجولية تراست وان، وعلى متنها شحنة عجول حية بعدد 2000 رأس قادمة من ميناء مقديشو بالصومال. في هذا السياق قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذه السفينة تعد ثاني السفن التجارية خلال أقل من عام، حيث يشهد ميناء الطور بعض أعمال التطوير في إطار خطط الهيئة الاقتصادية
الخمسية لتطوير الموانئ التابعة لتعمل بكفاءة وتكون قادرة على منافسة الموانئ المجاورة. انتهى البنك المركزي المصري من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها. وذكر البنك المركزي أن المركز الذي تم إنشاؤه يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يمثل طفرة في أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزي لتعزيز الأمن السيبراني، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدي للهجمات الإلكترونية. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين في أداء المؤشرات، بعدما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي مستوى 772.6 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، صعد مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 12060 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2260 نقطة. كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 81% ليغلق عند مستوى 3315 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع. كما سجل اليورو اليوم 17.78 جنيه للشراء، 17.93 جنيه للبيع. في حين وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21.34 جنيه للشراء، 21.52 جنيه للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، 4.30 جنيه للبيع. كما سجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع. أظهرت بيانات صناعة السيارات أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت العام الماضي لأول مرة منذ عام 2017، مدعومة جزئياً بالطلب القوي على سيارات تعمل بالطاقة الجديدة التي ارتفعت مبيعاتها مرة ونصف في عام 2021. وأظهرت بيانات الاتحاد الصيني لمصنعي السيارات ارتفاع إجمالي المبيعات في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بعد أن بلغت مبيعات شهر ديسمبر 2.79 مليون سيارة، ليصل الإجمالي السنوي إلى 26.28 مليون سيارة. ختام أخبار المال والأعمال، وعودة مرة أخرى إلى سحر وياسر، إليكما. شكرا لك دينا فكري. مشاهدينا، انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. خلال اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الرئيس السيسي يؤكد أن حجم الإنفاق من أجل الخروج من الفقر أكثر من 400 مليار دولار. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية مبكرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا. مدبولي يلتقي نائبة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ويعرب عن استعداد مصر لتقديم مختلف سبل الدعم الممكن بكافة المجالات. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وأمنه.